اتصل بك بكتير او اكلمهم لك، وخليك تكلمهم واتصل معايا وتشوف الدنيا ازاي تقدم ورقة كده. عليك تأمينات يا باشا؟ عندك تأمينات؟ عندي تأمينات، بس عشان اقول لك ازاي تقفل تأميناتك في الشركة بتاعتك لما تيجي تسيبها وتروح تفتح في الحكومة لما ربنا يكرمك يا رب، زي ما انا عملت او زي ما انا بحاول اعمل دلوقتي يا رب.